وقف إطلاق النار الإنساني، يا ترى كيف، ما مدى الإسهام الممكن الذي يمكن تركيا أن تقدمه ولألمانيا أن تقدمه، وفي هذا الإطار كيف سنقوم بخطوات مشتركة؟ هذه هي النقطة المهمة. وهل نحن مستعدون لذلك أم لا؟ بعد أسبوع السيد شتاينماير سيزور إسرائيل. تقدمت إليه بطلب، قلت أمسكوا بطرف من الأمر ونحن مستعدون لنمسك بالأمور من الطرف الآخر، المهم هو تحقيق وقف إطلاق النار الإنساني معا. وإذا قمنا بهذه الخطوات وإذا استطعنا متعاونين أن نحقق وقف إطلاق النار هذا بتعاون بين ألمانيا وتركيا وأطراف أخرى، إذا استطعنا أن نحقق وقف إطلاق النار هذا فإننا نكون حمينا المنطقة من حزام النار هذا الذي هو مهدد بانتشار. يتحدث عن تبادل الرهائن، حسنا نحن مستعدون، لكن من تتحدثون إذ تتحدثون عن الرهائن وباعتبار عدد الرهائن، كم عدد الرهائن في إسرائيل وكم عدد الرهائن في يد حماس أو في يد فلسطين؟ إذا حين ننظر من هذه الزاوية أيضا نجد تفاوتا كبيرا، ونجد أن عدد الرهائن في يد إسرائيل يتجاوز ذلك أضعافا مضاعفة، والمعتقلون منذ سنوات في يد إسرائيل. هذا أيضا بعد ينبغي أن نراه، إذا لم نرى هذا أو تغاضينا عنه نكون غير منصفين، ونحن مستعدون